النعم ثلاث: نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد والشكر على خيرك وعلى فضلك، اللهم لك الحمد والشكر. نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة في هالدنيا إلا بها، أي نعمة في هالدنيا ما تتم إلا بنعمة الإسلام. يا رب لك الحمد إنك جعلتنا مسلمين يا رب، اللهم لك الحمد والشكر. النعمة الثانية نعمة العافية، والتي لا تطيب الحياة إلا بها، إذا ما كنت متعافي كيف بتعيش؟ اللهم لك الحمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، ومنها الصحة. الثالثة نعمة الغنى، اللهم لك الحمد، والتي لا يتم العيش إلا بها. كيف بتعيش لو أنك ما تبغني؟ غني نفس وغني مال وغني في كل شيء، هذه هي النعمة الثلاث. من الرياض الحبيبة، أسعد الله أيامكم بكل خير. أنا في هالمكان الزين، الأرض الخضراء، المكان اللي يفتح النفس. أنا ما أدري أهل الرياض هم يعرفوا المكان ولا ما يعرفونه، بس أنا بعلمكم وبغششكم في هالمكان. أنا في فيضة نورة أو روضة نورة، وين مكانها؟ أنا هذا لا يفوتكم يا أهل الرياض. شوف المكان، شوف المكان، ما شاء الله تبارك الله، مكان يفتح النفس، أخضر كل عشب، ما شاء الله تبارك الله. شوف هذا ربعي حاطين أطلي في القدر، والغدا جاهز، والأمور زينة، رحلة أبو 5 ساعات 6 ساعات، تغير فيها النفسية وتجلس فيها. أبو عزوز، صبحت بالخير ومسيت بالنور. هلا، مساء الخير يا مرحبا يا أبو المحط. كيف طبخة الكبدة حقت البر؟ ما يبالها نشتة، دهن من دهن الذبيحة، أيوة، فلفل أسود وملح، وقلبها حوالي 30-40 ثانية، طفعنا بس. بس بعضهم يحطون طماطم وفلفل ومدري. اسمع بها، اسمع بالكبدة، يعني بس فلفل أسود، فلفل أسود مطحون، ورشة ملح، وأهم شيء دهن الذبيحة، شحم وقلب 30-40 ثانية، طفعناها. أبا 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 أبا، خلنا نشوف الحين. لا لا لا، أنا لا أستطيع أن أملك أعصابي أمام هذا المنظر الجميل، لا أستطيع. إذا أنت تستطيع أنا ما أستطيع، أنت تستطيع أنا ما أستطيع. أنا من حاتش يا الربع، الصورة هي اللي تحاتش. أباد الصورة تشرح لكم الواقع اللي حنا به. حي والله هلبا ناعي، حي والله من ذا فعله، حي حي هذا والله اللي يشرب الجمة من كان ضلع 200 والله أيه شم جمة غارب. يا مرحبا يا مرحبا. أبو عبد العزيز ظاهرة تستفزك في المجتمع، ودك تغيرها، ودك إنك ما تشوفها، ودك تمسك معي الذبيحة الحين. أبشر، ما في مشكلة. هو شو اسمه الان قل التواصل بيننا، يعني والله شوف الان التفكك ما بين الاسر وما بين الجيران، يعني التواصل صار ضعيف مره، يعني الجار ممكن ياخذ سنه سنتين ما يعرف اللي تحته، هذا حاصل كثير الفتره الحاليه. ونعزه هذا الشيء اسمه يمكن التواصل الجوالات والاشياء هذه، لذلك الناس تبعدوا عن بعضهم، يعني ما تلقى. أول كان في شبات الناس تجمعون بعد المغرب بعد الفجر، الآن ما تلقى أحد، ولا تلقى أحد يعرف أحد، هذه مشكلة. يعني هالظاهرة هذه تستفزك في المجتمع جدا، وعدم احترام الكبير.
عدم الاحترام الكبير. يعني احيانا تلقى كبير السن تلقى في طرف المجلس لا تقدير لا احترام. شكرا جزيلا. عفوا يا احمد. أوبا الهنوف ظاهرة تستفزك في المجتمع كثير. سمي ظاهرة؟ ايوه اذا شفتها يعني تستفزك كثير. شوف للامانه انا بكون صادق وشي هذا من زمان ودي اقوله. اشوف الشباب والحلاق حقتهم القزع ذا. اوه صار شيء عندهم انه شخصية وانه اتيكيتر الشيء هذا. الشيء هذا لا يجوز نهى عنه الرسول. اللهم صل على محمد. افترض والله المجتمع يكون واعي شوي في الموضوع هذا. الوالدين لازم يبادرون في الشيء. انا ما ادري كيف تقبل ولده مسوي قزع يا الله يهديه مصلحته. القزع هو حلق بعض الراس وترك بعضه. خاصة اللي يتركون يسمحون يسوون قصات يسوون حركات يعني يقطعون فيه ويزبطون مدري ايش. أمة محمد يا اخي نهانا عن شيء المفروض نسوي مثل تقديم الرسول. اللهم صل على محمد. محمد ظاهرة تستفزك في المجتمع. الظاهرة اللي تستفزني في المجتمع اللي يجيك في مكان عام ويرفع صوته. يقروش العالم يقروش الناس يبغى يثبت شخصيتي يعني يشوفوني تراني موجود هنا. هذا يرفع ضغطي ودي اتوطى بطن واطرد من المكان كله. وش تسمونه هذا؟ هذا بجي ولحجي وكله اي كلمه ما تعجبك قلها فيه. مهايطي حتى مهايطي كل حاجه كل شيء. والله هذا الصادق يا جماعه يبغى يثبت وجوده غصبه. تعرفون الاماكن العامه يرفعون اصواتهم ذولي والله انهم يستفزوني والله العلي العظيم. اي والله ما ادري هم ليش يرفع صوتي. يا اخي ان نكره الاصوات صوت الحمير ليش ترفع صوتك؟ لا الحمار يمنها الظاهر. ابو هاشم اسعد الله ايامك. يا هلا وسهلا يا ابو المحا حياك الله. سؤال بسيط يا ابو هاشم، وش الظاهره اللي تستفزك في المجتمع ودك انك ما تشوفها؟ والله الظواهر المستفزه في المجتمع كثيره في الوقت الحالي. مثلا الغلو في كل شيء من لا شيء. حلو. فالغلو والتباهي في الانساب والغلو والتباهي في الضيف والعزائم والحفلات، الغلو والتباهي في الإنجازات، يعني تباهي في أشياء قد لا يكون لها أساس أصلا ويصدقوها الناس ويشتغلوا عليها وتتطور بشكل عجيب صراحة في هذا الزمن. هذه ظواهر بصراحة تستفزني. والظاهرة الأخرى هو ظاهرة ابتعاد فتيات وبنات المسلمين عن الحجاب، عن الحجاب الشرعي. اليوم أشوف ظاهرة كبيرة يعني سيئة صراحة أشوفها في بنات المسلمين، وغياب أولياء الأمور والموجهين والمصلحين في حث الناس على الالتزام بالحجاب الشرعي. الله انك صادق.